اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. من مدينة الكاظمية المقدسة نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من صباح هنا قيان. اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من مدينة الكاظمية المقدسة. المايك مفتوح للسيد المواطن، يتحدث بما يشاء وله الكلمة الفصل. نبدأ حلقتنا ونتحدث وياه المواطن. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. شلون الصحة؟ اهلا وسهلا. عظم عظم الله لكم الاجر والثواب بمصاب واستشهاد الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. ونعزي العلماء وجميع المؤمنين والمسلمين في بقاع العالم. احسنت. هذه مناسبة يعني عظيمة. احنا مو المفروض نقتدي، مو بس كأقوال، المفروض تصرفاتنا شخصيتنا المفروض، خاصة اللي يدعون هي دول إسلامية المفروض تصيب حذافيرها، يعني بحيث مثل ما المواطن عنده واجبات إلى حقوق كمواطن اعتيادي، أحشي لك إياها، يعني إلى فد خدمات ماكو، هسه صفر خدمات، لوش؟ شنو الأسباب؟ إحنا الناشد وبنفس الوقت ما نتوسل بواحد، إحنا مواطنين، وهاي الإيقاع مالتنا أو هذا حقنا، حق ما لنا علاقة بالتبعية الباقين. صح، أحسن. زين، هذه الشغلة كموظفين نطالب توحيد السلم الوظيفي من ناحية الخطورة، من ناحية يعني انصاف. صح. ليش تفاوت هذا بالرواتب؟ شنو السبب يعني تفاوت؟ احنا دولة مو فقيرة، احنا دولة عظمى وعندنا ثروات عظيمة. صحيح. وإن تاريخ عريق، وإن شعبيتنا وإن كياننا، شنو الأسباب اللي تخلي الدولة ما تأمن أبسط متطلبات الحياة هي الخدمات بالنسبة للمواطن الاعتيادي؟ زين، بالنسبة للموظف، أنا كموظف عراقب أحد الوزارات اللي الراتب مالتها متدنية، أمانة بغداد. زين، رواتبكم ضعيفة؟ نعم، أنا دبلوم وعشرين سنة، وأكو واحد يقابلني أو نظير بغير وزارة كراتبي أنا 500 أو 600، هو ينطو مليونين، 2.25 مليونين ونص. شنو السبب يعني؟ يعني لأن إحنا ما منتمين بحزب، يعني مثلاً المواطن عراقي مو بالضرورة انتمي بحزب، أهم شيء التساوي. صح. والتسامح بين كل المجتمع العراقي. حياك الله. أنا الله يحييكم، أنا أشكركم تحت هذه الفرصة. شكراً لك. الله يبارك بكم. أهلاً وسهلاً. الله يحييك. نكمل بقية حوارنا ويا أهلنا وناسنا في مدينة كاظمية. شلون الصحة؟ اسمك؟ أمير. شلونك أمير؟ الحمد لله. منين أمير؟ مياه منطقة؟ من القريعات. من القريعات؟ إيه. تشتغل هنا؟ إيه. شنو شغلك؟ مي. بس مي؟ إيه. بس ساعة تجي؟ أجي 12 وأعزل الساعة 11. ب 12 الظهر؟ إيه. وتروح ب 11 بالليل؟ إيه. على المي؟ إيه. شلون شغلك، زين؟ نعم الحمد لله. نعم. نعم. أنت معيل وحيد لو عندك من يشتغل؟ لا، عنده أخوات وأخو. لا، إيه. كأخوة عندك أحد يشتغل وياك؟ إيه، أخوي بالشارجة. بالشهر ليش؟ هم عامل؟ ايه. الله يوفقك. ايش تحتاج امير؟ شنو تحتاج؟ احنا نحتاج بس الشرطه يتلفون عنا، يعني يخلونا. شرطه؟ نوميه. ايه. نوميه مركز، نوميه يسلمون بينا ويسلمون. تعال اللي جاي يمكن تحيي العدد. ايه. ايه. يمنعوكم الشرطه؟ ايه. زين. ما يخلوكم تتجولون هناك؟ لا. زين. هاي رساله للسيد عميد علي مدير فوج طوارئ الكاظمية، تحياتنا لك. ناس البسطات هسه بالله نقول مأثرة قد تكون على شكل الكاظمية، خاصة واجهة الإمام، لكن الباع المتجولين يعني ما يعني إذا كان ما مضر وهم قاعد يبيعون مي، فنتمنى هذه القضية. فتحياتنا لقاء شرطة بغداد المحترم. أنا أشكرك حبيبي وربي رزقك. حجينا الله يساعدك عمي. مرحبا. شلون الصحة يا أبو؟ الحمد لله. الله يحفظك. من وين حجي؟ هذي؟ ايه. بغداد الجديدة. حياك الله، حيا الله بغداد. باليمين بالرئاسة مال الكمالية. شلون ها الكمالية؟
شلون وضع ال وضعي لو وضع الكمالية؟ خلنا نسأل على وضعك. وضعي وضع مو زين. خيرك؟ عندي 6 ولد طارديني. لا إله إلا الله. 6 طارديني. 6 ولد؟ 6 ولد. لا 1 ولا 2. 4 منتسبين، 1 فوج. لا بس عوف لي الأسماء والأفواج. أي 4 منتسبين. أي نعم. واثنين؟ 2 كسبوا، 1 عنده سيارة سايبة، 1 هم عنده سياب شركة. زين 4 منتسبين يعني راتبهم زين ماشي حاله. 1 بالاتحادي. زين. وطاردك. طارديني. سبب عمي. 1 على الاخ يقول اروح للكبار، كبار اروح لذولاك، اروح اللي احسن عندي. ما تعرف شنو. زين. بنات عندك؟ عندي بنات. كم بنية؟ 2. يعني 8 انت عندك. نعم. والبنات الاثنين؟ زوجات. ما يقدرن يعيننا؟ لا يقدرن. وتعيمنا بس رجولتنا غريبة عيب. ما اقدر، ما تسمح لي يعني. اي بس هم الاولاد اولى، الاولاد اولى برعايتك مو البنات. انت عندك 4 ولد. 6. 6 ولد عفوا. ايه. 6 ولد ما حاولت تحشوية كبير اللي هو حاولت والله انا جد وانت جد يقول لي. انا جد؟ وانت جد. زي مو هاي الدائرة تدور؟ دائرة تدور. نعم. تماني معوق وما اقدر هسه. نظر مالي. وين تنام وين تبات هسه؟ بالكاظم. بالامام الكاظم جوا؟ ايه. هاي منامك هنا. إيه. هسه باحب متي من البلد. الله يعينك. خابت على رعد. فوج مغارف في القصبة 19 قلت رعد انا هيك شوي. بد شوية خلي خابر اخوتك. ولدي. ليش تخابر؟ ما انتخيت بيك بابا. انتهيت بيك. انطيني مجال. رد خابرني. ها؟ متى احصلهم؟ لا مرتضى ولا مرتضى. حجينا خلينا نتفق على شغله. انت يفيدك دار مسنين؟ اي. يفيدك. دقيقة، الاسم الثلاثي اعطيني اياه. فرحان كاظم علوان، شلون ما يفيدني؟ عندك تليفون رقم تليفون؟ اي. عندي تليفوني. تمام دقيقة. فرحان ايش؟ فرحان كاظم علوان. تحياتنا لك سيادة المحافظ حياك الله، وتحياتنا للأستاذ عادل مدير إعلام محافظ بغداد المحترم. الحاج حاج إيش؟ فرحان. الحاج فرحان كارب. يبات بالإمام موسى الكاظم عليه السلام وعنده 6 أولاد طاردي، فبالتالي يريد إيواء. معوق. يريد إيواء مقطوعة ساق. صور لي يا زميل المصور. عندك بتر حجينا مو؟ نعم. بتر. عنده بتر الحجي وهذه رجل الصناعيه. ايه. مو صحيح؟ اي مال تكرم. ايه. تمام. عنده بتر وهذه حاله انسانيه، نتمنى بهذه الايام المباركه الكريمه ان يستجيب المسؤول لمناشده المواطن. حنتواصل ويا السيد مدير مكتب محافظ بغداد ومدير اعلام ايضا السيد عادل ونرفع له هذه المناشده وحط رقم للحجي ونتواصل وان شاء الله نلقى لك مأوى باذن الله. الله والديك. الله يستر عليك ان شاء الله. ان شاء الله نقدر نكملها ونعينك. حاضرين حاضرين. شلون اعطيك رقم تليفون؟ هسه حسن اعطي رقمي للحجي. تمام وخليه يدق عليه يعني يغزل ربه. تفضل حجي هناك. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ حمام متشكر. خوبي شما؟ زائر ايراني؟ ايراني. حياك الله. اهلا وسهلا بك. خيلي ممنون. زيارة مقبولة. خيلي ممنون. تقبل الله زيارة. تاكردم شما. جو شما خالي. تحدث عربي قليل؟ لا هيك. لا؟ لا تكلم. من وين؟ من إيران. فقط إيران. إيران وين؟ محافظة إيران وين؟ لا إيران فقط تكلم إيران. لا لا. سكن إيران؟ سكن إيران. شهر مشهد. مشهد؟ مشهد الرضا. مشهد. مشهد الرضا. تحياتنا لكم. تتحدث عربي؟ قليل قليل. تمام. قليل. تقبل الله واهلا وسهلا بك بالعراق. شكرا شكرا. كم يوم في العراق انت؟ 3 أيام. 3 أيام. نعم. كيف رايت العراق؟ عالي زين. حلو؟ عملي، عراق عملي، زيارة عامة العراق عملي، عمالي. اها. بكل عمري ان كنت ممكن اقيم في العراق. تقيم بالعراق؟ نعم. تحب العراق؟ كثير كثير. تمام. الناس من كل وجه زين، من كل وجه مقبول. جيد. والعراقيون يرحبون بكم. شكرا. واهلا وسهلا بكم بالعراق. جزاكم الله. وانت
وتقبل الله زيارتك. شكرا. زيارة مقبولة. شكرا. 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 السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ سلمك. شلون أمورك؟ الحمد لله. حسن أعطيت رقم؟ يلا. من وين؟ أنا من الراشدية. والنعم حياك الله. حيا الله الراشدية. شلون الراشدية؟ والله زينة. زين. ناسة. أكيد. خير الحمد لله. وهل مضايف وهل دواوي؟ الحمد لله الحمد لله. الوضع الأمني زين مالك؟ زين الحمد لله الوضع كله زين. جيد. خدماتكم سولف على خدمات. والله الخدمات عين وعين. يعني شارين نفسهم نقول. شارين نفسهم. زين. بس احنا حالتنا يغطي عليها يعني انا خريج صاعود نخل. صاعود نخل؟ ايه. عرف لنا شنو صاعود نخل؟ يعني تمر. اصعد عنه نزل تمر. ايه. اشتغل. انا اعرف حال حال العماله. اها. ايه هو شنو الشغل النخل؟ نفس. زين. ايوه انا خريج 2020 21 علوم اسلاميه. وانت جناب؟ لا انا ما خريج متوسط. لا ما بس شنو تشتغلون البقيه؟ هو احنا هم نفس صواعد نخل؟ ايه زين. بس ذولا قاعدين صواعد. بس انا خريجي واسطات هسه تعيين واسطه. يلا 80 ورقه على التربيه. 80 ورقه؟ ايه وبشرط الا يكمل هذا الله يعني تاكد يلا ياخذون الفلوس. اها. لا يعني يعني ان شاء الله متاكدين منها. اها. وكفيل حتى مو خريجين. مو خريجين دفع 80 ورقه. 80 ورقه المهم عنده شهاده وما عنده نفس الشيء. المهم 80 ورقه. اي تعطي فلوس تروح الشهاده المستوى العلمي. انا عندي 80 ورقه. ايه. اروح اتعين ما اشتري سياره اشتغل بيها. اي تشترك سايبات 82 ورقه. ايه. حلمك كشاب عراقي؟ والله طبعا اتعين تكون روحك. متزوج ولا لا؟ والله بعد. انت متزوج؟ لا. متزوج؟ لا والله. لا تعين لا وظيفه لا شلون نتزوج؟ تزوجون؟ الله يبعدنا. ليش؟ اي والله الله. بس الثاني ما عمره. منين تصرف؟ هسه احنا قوم نحكي على انفسنا نجيب مره النوم. هسه المتزوجين شو يقولون عليكم؟ شو يقولون يعني اذا مو تعين لا تتزوج؟ اذا مو تعين لا حد يفكر بالزواج. لا والله. حلمك زواج مسؤولية. حلمك شنو حلمك؟ والله تعين. هذا حلم مواطن عراقي بس يشتغل؟ هو تعين عمل يعني اكو واحد يحلم يعمل؟ ماكو بالعراق حلم. ماكو حلم ما اقدر احكي هاي الكلمه شويه صح. ماكو حلم ما في بالكم اي حلم؟ اي حلم ماكو. عشان سامع يعني حلمك بالعراق يعيش كلب باوروبا. حلمك بالعراق؟ ايه يعيش كلب باوروبا. تحياتنا. انا ايش تحكي؟ كنا العراق. تحياتنا يعني. حبيبي اهلا وسهلا وحياكم الله ونكمل حوارنا. الله يساعدك. شلون؟ يلا نكمل حوارنا بمدينة الكاظمية المقدسة ونسولف ويا بقية ناس وأهلنا وعن ماذا يحتاج السيد المواطن وما هو رأيه بأوضاعه وما يحتاجه وما يتحدث به عموما. السلام عليكم أستاذ. حياك الله. من وين؟ من النهروان. حياك الله. حيا الله. شنو وضع النهروان الخدمي؟ والله شوية تعبان النهروان. من ناحية الأمور تعبان لو منسية النهروان؟ والله منسية ذو مو احنا والله شاهد ناحية اللي يعني من الصيف هذا الصيف يعني المي ماكو. هذاكو مثل شعبي يقول لك الأعور قل له أعور مو صحيح كريم العين. اي صحيح كريم الواحد يسولف يسولف طبعا طبعا بوضوح. اي يعني شفنا المرة هواي الناس تناشدني وتحياتنا لأهلنا بالنهروان. حتى الشوارع تعبانة من ناحية الشوارع الأسواق يعني الزبائن من كل صفحة يعني ماكو مسؤول فاجا وباوع ونظر لهالناس اكثر الناس بيها تجاوز ما حد يجاوم وسأل عنهم يعني تعبنا حيل تعبنا حيل وانا بالاجار الله وكيلك. ايجار؟ اي اجار الله وكيلك. راتب رعايه قوه طلع يلا الله شاهد ورقيك. نسال الله عز وجل زين اللي يمن علينا بخير. وجه شنو اكثر مطلب تطلبوه؟ والله انا لا طلبه يعني لي سكن لعيالي اطفالي. احنا يعني مثل ما تقول هسه بالاجارات انا ادفع 100 في السحب 28 الف زين لو ناحيه الماء ناحيه الكهرباء تعبانين من كلهم. وانا هسه عندي ضغط الان السكن عندكم السكن درجه الاساس. اي والله السكن صح. امشي عد السكن كش ما اريد الله شاهد الرعايه ما اريدها بس يطوني سكن. تعبنا يعني احنا تعبنا يعني شعب تعب ظلمنا يعني ظلم يعني ما صاير
فعلا يعني الناشد من يعني مثلا يا مسؤول الناشدة حتى يدير لنا احنا مع احترامه للمسؤولين والناس الكابر يعني الفاهمين العاقلين يكونوا يناشدوننا يدورون وجوههم إلنا صح يباعون على هالناس هاي المظلومة الفقير ها؟ نهك الفقير نهك طبعا يعني كلش ماكو راحة يعني دوم صح ونسأل الله عز وجل النهرواني يراد لها زيارة والله يراد والله تشرفونا تتفقدها ايه. المسؤولين يراد لأن حتى شوارعها تعبت صح ايه. زين لولا بس ناحية الدوانم يسمونها احنا انا هسم أجر بيها اه يعني بلطوها سيد رعد حياكم الله يسعد اخويا شلون الصحه الله يعزك هم من النهروان لا انا من على حي النصر حي النصر شلون حي النصر والله حي النصر معانا المعامل مو اي معامل معامل الحسينيه معامل الحسينيه حي النصر هي يسمونها حي الزهراء قضاء قضاء ايش سموه بالجديد قضاء الزهور اي قضاء حي الزهراء يسمونه اي فالعاميه يعني احكي لك من الحسينيه واللي واصله في كمان حي النصر هاي يعني تعبانة جدا ليش ما بيها خدمات لا بيها بلدية يعني نزيهة يعني بيها أعضاء موجودين ونعرفهم حق المعرفة زين عف لي الأعضاء سولف لي على الدوائر البلدية ما جاي يشتغل ما قاعد تشتغل ماكو جهد ماكو جهد انتو حتى متكون نفايات عندكم نفايات موجودة وعندنا مكانات يعني ما تنقبل ما تنقبل شلون يعني لا تمرق من عندها تختنق امراض سرطانيه صارت عندكم هواي زين عندنا طمر وين بالعماري هذا بالليل العالم تختنق من عنده الله وكيلك محمد كفيلك العالم تختنق من عنده ليش؟ لان هاي تنحرق وبالليل اللي عنده ربع ما يلحقون عليه يعني عالم راحت بيها من وراء سبب هاي اللي الطمر ومكان هو مجتمع منطقه مناطق يعني مو منطقه منطقتين مناطق فليش انت اكو مكبس اكو هواي امور ليش تخلي طريقه لازم تصير نظاميه اي اكو مكابس موجوده اكو مكابس اكو مكبس كسر عطش اكو مكبس بالزيوت موجود صح. نعم ليش انت تجيب الانقاذ الذبحه بهذا المكان هذا دور اولا دور يعني دوائر البلديه ودور القوات الامنيه تمنع هاي القضايا والله بعد هذا الجهد هو يمهم احنا جاي نوصل الفكره الك صح. ها وانت جاي تنقلها صح. للي يشوفها صح. بعد هي ظلت يمهم هاي العالم هي ذمه برقبتهم بس هم ما جاي يسوون يطون فتشي لهاي العالم الله وكيلك هاي العالم هسه ما تريد شيء من عندهم يعني تريد راحتها هسه ما تريد يعني لا تريد راتب ولا تريد شيء تريد راحتها العالم اليوم هسه انا هسه فوق ما هو قاعد بحي النصر فوق ما تجيب النفايات يم بيتك فوق اي والله العظيم بالله حياك الله حياك الله حبيبي شرفت معرفتك يا حبيبي شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله الله يسلمك الله والدك حيا من وين من منطقة السويد من السويد جاي؟ ايه جاي من السويد على زيارة الأربعينيه يا الله الله يتقبل إن شاء الله الله يتقبل أعمالك مغترب كم سنة أو مقيم كم سنة بالسويد؟ من 40 سنة 40 سنة تمام ولادت يا منطقة في بغداد؟ كاظمية ولادت كاظمية ولازال بيتنا هنا بالبحية مختصر من زمن النظام السابق مختصر في زمن النظام السابق ولازال والآن ولازال الآن منو مختصبر؟ هم إيه نفسهم يعني يعني وزارة المالية يعني. بس إحنا قمنا ليش دعوة. ليش ما قمتوا دعوة؟ قمنا دعوة للمحامين بس طول سنين هسه نحاول مرة ثانية إن شاء الله. حياك الله. شلون هالسويد؟ والله غربة مو زينة لا غربة مو زينة العراق أحسن. العراق أحسن. إيه هنا بيأكو حياة هناك ماكو حياة. ماكو حياة. ماكو حياة. هناك عمل ونوم وأكل إيه وعمل. أنا أسميها هدوء صاخب. قاتل ومرات يوصل. أو قاتل. إيه هنا أحسن. هنا يعني المتعلم على أجواء شعبية ما يلقاها. هنا تسمع أذان الصبح يصيح أبو الغاز غاز غاز المختار طماطة خيار عرفت سلام عليكم. تشتاقون هناك يعني. اي ما طبعا الناس كلها تشتاق للعراق طبعا هسه الناس تسمعك تقول يعني غير كلام الناس هسه تقول لك اي يعني المضايق الغربه ما يعرف اي المضايق الغربه انا اتمنى من الشباب اللي يحاول يقترب يلقي له مهنه ويهتم بنفسه ودراسته ويطور بلده العراق ما يخليها بيد هاي الاحزاب الفاسده يسرقون مو يسرقون بس أموال العراق وإنما أموال الأجيال القادمة سرقوها فحرامات الشباب إذا يعتمد على نفسه يتعلم يحصل على مكانة مميزة
يطور هذا البلد هو افضل من ما يخسر. شنو اللي يعني برايك هسه انت اليوم يعني جيت العراق اكيد سمعت هواي الشباب يقول لك يا ريت اكون يمك، يا ريت اجي السويد، يا ريت اسافر او اهاجر. ليش هاي صارت هاي الهجره؟ ليش محبه الهجره صارت قويه؟ اي لانه هنا ما توفرت الظروف الصحيحه اللي لازم تتوفر للإنسان العراقي هسه ذا شاب أو كبير أو صغير. يعني هسه إحنا هاي جيتي أنا من سامرة والله تأسفت على وضع الطريق، ولو أنه بدأ وضع مؤسف، بعدين النفايات بكل مكان. يعني ليش يعني هذا بلد نفطي بكل خيرات ليش ما يهتمون؟ يعني هسه مثلا كنا قبل إحنا نتكلم على دول الخليج، نقول دول الخليج تسرق 80% بس 20% شعبها عايشين مثل الأمراء. هسه هنا يمكن يسرقون 99% والشعب مطلوب، فمصيبة يعني المصيبة. المهم الشعب يوعى، والآن هو على درجة عالية من الوعي، وأنا سمعت أنه 11 أكو مظاهرات، لازم يعني يكون زمام الامور بايده. تمام. بإيد الشباب. انا اشكرك جزيل الشكر. حياتنا لك. شكرا وكل اهلنا. حياك. حجيتنا الله يساعدك. على عيني. هلا مرحبا. شلونك؟ الله يحفظك. واليد العزيز الله يحفظكم الشبابكم. عمرينا حجيتنا. ما يعمر عليكم هذا. والله نريد هالحياة تتحسن، واحنا قاعدين بالايجار وما عندنا غرفتين خرايب قاعدين بيها، راح يجينا المطر يوقع علينا. يا منطقه ساكنه. احنا كنا بالشارجه هسه بشارع حيفا، غرفتين واقعات 200 الف ما عندنا هسه. غرفتين 200؟ ايوه. خرايب راح يجينا المطر يوقع علينا، لازم نطلع الملابس. هم فراش ما عندنا، حالتنا فدنا، نطلع ملابسنا ونقعد عليها. حاير راح يجينا المطر. تقعدون على ملابس؟ اي والله على ملابس، ما عندي لا زوليه لا حصيره لا كل شيء ما وهاي لا تمطر، راح يتنقع عن ملابسنا نحطن بالشارع ونقعد. 200 الف ما عندي هسه ايجار، ما عندي. وعندي ايتام، ثلاث عوائل عندي ايتام. وظلت حالي. وحده عندي بها صراحيه ولدها وبناتها. هم توفر اجلها وحايره بيها. وعندك راتب رعايه تقاعد؟ عندي طالي 125، ومنا يردون مني 200 مال ايجار، انا بحط فوقهن 75، يلا يصيرن 200 وما عندي. يعني للايجار ما يكفل 125. تسمعون وزاره العمل؟ ايوه 125. راتب 125 ما يسدي ايجار. اي والله اتداين منا ومن الناس الطيبه مثل وجوكم، سووا 75 يلا يصير 200 يلا اعطيهم. وانا حالتي فدنا بنايمه هسه، القى الدود بالصيف ياكل بيه وماكو. كل شيء ما عندي، لا كل شيء ماكو، لا مبرده، كل شيء ماكو. حتى هاي العباء طلبتها، الثوب طلبته، والله شاهد على كلامي. لا لا الله. وموسى بن جعفر هذا. لا حول ولا قوة الا بالله. وأريد مساعدة من الله ومنكم. هسا أنا عندي بنتي هاي بها صرع وفدنا، أبدي أجيب لها علاج، ما عندي فلوس، ما عندي. ايش بنتش بها صرع؟ إي والله مالي صرع. ساكنة حيفا بشارع حيفا؟ لا والله هسا بقنبر علي، هسا بقنبر علي هي ولدها وبنتها. شارين تليفون أعطيكم رقمي؟ إي والله علو. الحجية أم منو اسمك؟ أم علياء. والله نتمنى من كل خيرين العراقيين بعد هالغيرة. اللي يريد يساعد الحاجة أم علياء؟ اي أم علياء. الحاجة أم علياء ما عندها إيجار 200 ألف، فاللي يريد يساعدها الآن وبعد الحلقة وبأي وقت تردوه، رقم الحاجة حيكون يمي ونوصل لها المساعدات. ومو نوصل لها احنا، لا انتوا روحوا لها وصلوا لها. أهالي بغداد تحديدا، أهالي بغداد وكل محافظات الخير إن شاء الله. هاي الحاجة محتاجة همة الغيارة. بس تمسكات شوف ما عندك. بدي ادور هذا الموبايل، ما ادري وين صار. لا حول ولا قوة. هسه يكون يلا خلينا نخرج فاصل، نبقى نسولف ويا الحجة، نريد نشوف التليفون. اي اختي انت وياها ويا الحجة؟ هاي بنتي ام حالتها نفسية. انت منو؟ انا ام حسين. انت علياء؟ لا لا انا شيماء. هم حالتها تعبانة نفسية. لا انا بس اقول لبيك يا حسين. هاي سلام الله عليك. ما اقول شيء ثاني. ان شاء الله يا ربي بجاهه. بناتي اربعه مريضات كل حاله نفسيه. النبي سلام الله عليهم انظلموا، واحنا من ظلمنا، والناس هاي كلها مظلومه. صح لو لا؟ صح. هاي حاله نفسيه توديها للدكتور ما عندي. سلام الله عليك يا ابو عبد الله. همنا ظلوا عائلتي وراحوا، احنا همينا نفس الحاله. يعني ما غلطانه انا.
والله ما ابي شيء غلط. والله العظيم الغلط يعني بالزمن مو بيكم. واهل البيت انظلموا، احنا بشوي خلنا نظلم. هي هاي انا اتمناها، اتمنى انظلم على مود احس مصيبه ابو عبد الله. بس الله يا عينك. الله يسلمك. بس يا بقلبي الله يعينك يا اختي. والله يحفظكم ان شاء الله بجاه موسم جعفر. ايوه الله يعينك. صارت الناس تتمنى تنظلم حتى تعيش. ها حجينا وين؟ بندر انزلوه حجينا. دخلينا خلينا نسولف بالعراق. الوضعيه خربانه بالعراق. ماكو اكل؟ وين ماكو؟ ماكو اكل هنا؟ اهل العراقيين اهل الكرم ماكو اكل؟ يعني 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 لا 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 خلينا نسولف. يعني جاي من ايران، واهلا وسهلا بك يا سائح يا ايراني. جاي من ايران تقول بالعراق، والعراقي اساس الكرم بالعالم. اهل الخير. الله يعينك حجيه. خلينا نخرج بفاصل، وهذا رقمي عند الحجيه. حجيه حذق على رقمي. والله عندك فاصيل ما عندك. خلينا نخرج بفاصل وارجع لكم بطيانه. اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد. بعد ان نوجع قلبنا ونهضم قلبنا بحكي الام العراقيه ام علياء اللي حكت بحرقه عن وضعها. 200,000 200,000 ما عندها تسد ايجار بيتها الشهري اللي هو غرفتين والرعايه تعطيها 125,000. اسمعوا يا عراقيين يا بلد البترول، تمام؟ العراقي ينطونا اقل قرابه ل $85 بالشهر، تمام؟ بالوقت اللي اقل ايجار قرابه ال $200 بالشهر، تمام؟ فتعال انت شلون السد هاي الثغره؟ شلون السد هذا الالم والحزن عند الناس؟ هذا الصوت يعني يا ريت يصحي. اذا اكو شيء مات في ضمير البعض يا ريت يصحى، تمام؟ لان احنا بنسولف عن معاناه شعب. معاناه شعب عانى ما عانى. هسه ما نريد نجيب الازمان والحقب، لكن عانى ما عانى. حجينا الله يسارك. هلا حبيبي على قلبك. والله حيلك حبيبي. الله يعينك ويصبرك. الله يسلمك قلبي. شلون صحتك؟ الحمد لله. المعنويات حلوه؟ ابتسامتك حلوه؟ معنويات ولد هالدوله الفاشله لا صفر. لا ان شاء الله. بس انت بيك خير وبركه. شعبنا خير وبركه. انا اشوف الابتسامه حلوه. شعبنا خير وبركه. احنا المعوقين حرب العراقيين الايرانيين. ايه. احنا ما دافعنا عن نظام. تدافعتوا عن بلد؟ دافعنا عن بلد، بلد العراق. صح. اي. ف معاقبين من ذاك من ذاك من هذا 2003 واللي جاي، ليش؟ ليش معاقبينه؟ دافعنا عن بلدنا احنا. ما دافعنا عن صدام حسين. ما له دخل الاسم. العنوان الابرز العراق. 500 200 للسلفه تسوان 300. 300,000. اي. معانا 300,000 شنو؟ 300 من راتبي يبقى. يبقى 300. اي 500 راتبي. اي 200 وين يروحن؟ 200 للسلفه. سلفه عندك. اي. وايجارك ايش قال حق؟ لا ما عندي ايجار بصراحه. نعم. الحمد لله. نعم. بس ولو 300 ايش تسوي؟ اي 300 ايش تسوي؟ ايش اسوي؟ علاج ما كفي. فا انا معاقبين عقوبه. العقوبه لمده زمنيه هم تطفى. احنا ما حاربنا يعني عبثيه هي شيء. دفاعا عن بلدنا احنا. صح. يعني ايش ذبونا؟ والله والنعم منك. الله يسلمك. وزلم. الله يحفظك. وابطال شوف. هسه انا 36 سنه على الكرسي هذا. الله يعينك. 36 سنه من 86 اللي جاي. الله يعينك. هالمعاناه بلدنا. انت يعني يعني مصاب اي حد شوكي. اي نعم عسكري. عسكري. صاب عسكري. اي نعم عسكري. زين يعني انت التقاعد العسكري هذا راتبك؟ التقاعد العسكري 500. زين. احنا لمن نوجه المناشد بهذا الخصوص؟ نوجه المناشد بهذا الخصوص. لا انا شويه ادق حوجهها لسكرتير رئيس الوزراء الخاص الفريق الركن او الركن محمد البياتي. ليش؟ لانه هذا الانسان عسكري عسكري، تمام؟ وهذا الانسان دائما يقبل ايدي المصابين العساكر مصابي الجيش العراقي. فنوجه رساله للسيد محمد البياتي المحترم وقائد محمد البياتي، ونقول له هذا البطل أصيب في حرب إيران. والموضوع أدري مو ضمن صلاحياتك حاليا لأنه هو متقاعد، لكن ليش أنا وجهت لك النداء؟ كونك عسكري فخلي السيد رئيس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية يرفعون من مستوى راتب المصابين وشهداء الجيش العراقي السابق الحالي أي
اي مصاب واي شهيد جيش عموما احنا نحكي. فهذا صوتك صوت الالاف. نعم الالاف يعني مو صوتك بس. احنا مدينتين مع المعوقين مصابين كلتنا شلل. هذا البت رجليه اثنين هم يعني راتبنا 500 راتبنا 500 شو اسوي؟ ما يسوي شيء. المصاب بهذا الزمان المصاب بهذا الزمان يعطوه 1,200,000 الجيش العراقي الحالي. الجيش العراقي الحالي الجيش السابق احنا طفت يعني هسه احنا نريد نقلل من قيمه يعني الحالي والسابق ثلاثه ابطال. نعم نعم قدموا شهداء وضحيات والجيش الحالي ايضا قاتل داعش الارهابي. نعم فبالتالي ابطال ابطال لكن لا تبخسوا حق الناس. نعم مثل ما ابطال اليوم عندنا ابطال بالامس. ابطال بالامس نعم طبعا بالضبط. فاحنا اللي نقدر نوصل صوت اشكرك شكرا غير هذا والله امنيتي بيدي صلاحيات ولو 1%. واشكر اذاعتكم الطيبه. حياك الله. حياك الله. شكرا عمي يبارك فيك. هذه الرساله وغيرها توجه من برنامج الصباح. اهلا السلام عليكم استاذ. شلون الصحه؟ بعد روح الله يواك الله. من اي منطقه؟ محافظه الديوانيه. ديوانيه؟ حي الله الديوانيه. شلون الديوانيه؟ والله الديوانيه تعبانه كلش. لا ايوه ديوانيه تعبانه كلش. خدمات ما بيها هسه يعني ولا مكان. هسه احنا لو بيها خدمات ما عارفين وجاي ندور عماله ببغداد. ندور عماله؟ أيوة. يعني ما جاي تزور؟ لا والله جاي ندور عماله احنا. عماله؟ ايوه. يعني ماكو شغل؟ يعني لا ظل 15 يوم 20 يوم يلا نحصل اسبوع شغل تاخذ 22 لا يعني. هاي اذا تروح بكره همين افلت 15 20,000 مو؟ الله يساعدكم. هاي حالكم حال هواي شباب الديوانية ناصرية والديوانية كذلك. طريق اعمار او شيء ما بيها. تعال جاي ايش بيه؟ لا اعمار بيها لا شوارع يعني. هاي الديوانية؟ ديوانية. الديوانية. كل شيء ما بيها. عمالة. الله وكيلك شوف راتب شبكة عندك واسطة يعينوك ما عندك واسطة ما حد يعرفك وين الله حاطك. الله يعينك. انت عايف اهلك وعايف ناسك جاي تشتغل هنا ويانا. متزوجين ولا لا؟ متزوجين. انا ما اضل اشوف احنا. متزوج؟ ايوه متزوج؟ احنا متزوجين وصاحبين عيالكم. عايفين عيالكم. احنا طالب ابسط شيء هو راتب شبكه. وهذا ابسط شيء. ما جاي مفهوم الله. بالمناسبه انا عندي صاحب اطفال اثنين اثنيناتهم مرضى عندهم تلف بالدواء. اطفالك اثنيناتهم تلف عندك؟ اي اثنيناتهم. وراجعت بهم دكاترة واخذتهم الرعاية الاجتماعية قالوا لي لا تجيب نسبة عجز الا نسبة عجز. تعال هاي اللي قررها منه نسبة العجز لازم يا خير. لازم دكتور يقول انا ما اعطيك نسبة. ليش؟ اجيهم يقولوا لي الا نسبة. ليش ما يعطي نسبة دكتور؟ ليش ما يعطي نسبة؟ ماكو منها تروح غير دولة يعني علاج الا عندك فلوس يلا تتمشى امور. هاي انت ابنك بيه تلف بالدماغ وتريد واسطة. اي والله اثنيناتهم. لك الله يا العراق. جاي ندور عمالة هنا يعني. لك الله يا العراق. الله وكيلك ندور عمالة من الديوانية ندور عمالة ببغداد. يوم تحصلوا 10 ما تحصلوا. اي قناة فلوجة عمي وصلت. انا قبل ما اسولف الحاج حياكم الله للديوانية. وما باليد حيلة. بعد هاي واجب مسؤوليكم ومحافظكم اول. حياكم الله. شكرا لكم تحياتي للديوانية واهلا. السلام عليكم. حياك الله. اول شيء نتشرف هاي القناة الطيبة. الله يحفظك. واهلنا ذولا بعد اهل الفلوجة. احنا اهل الكاظمية اصلا وفصلا اهل الكاظمية نحيي اهل الفلوجة. على راسي والله. كل اهل الكرم اهل الكرم. والله احنا اليوم مايك مفتوح للسيد المواطن. اللي يسولف اللي يريد بيه. شنو اللي يحتاج؟ شنو اللي احنا المن الخاطب. المن الخاطب بس نقول المن الخاطب. ولي الامر. ماكو ولي امر ماكو. بس احنا شنو نقول؟ نقول حسبنا الله على اللي هذول حكمه والعراق اللي ما داروا بال على هذا الشعب الطيب. انا هذيمك كنت بعهد الدول الاوروبيه يعني ما اريد اذكرها مثل شفت مثل هاي العراق ما شفت مثله ككرم كطيبه صح كحنيه صح كالفه ينسى الماضي. انت شايف واحد بينك وبينه خصم وعد ما يبوسك ينسى هذا كل اللي صار بينك وبينه صحيح لو لا يا اخوان انتوا الواقفين مو هذا الموضوع. موضوع احنا جعل اسر بالموضوع هذا الشعب ضايع راح للأسف. وين اللي كنا احنا مثل ما نقول العراقيين من نروح خارج العراق نتباهى احد الدول العربيه هم ما يذكرها هسه عيال ضايعين مكانه المواطن مو صحيح انا بهذا الموضوع هذا بس احنا نقول احنا تنهار بس للمتقاعدين
هذا المتقاعد حقه علينا. اكو واحد 40 سنه خادم 450 مثلا 460 يعني وواحد سمارد لو يحسبوا لي على فلس فلس همين اكثر يعني هذا اللي مسجون شهرين 3 اشهر 4 اشهر تطوه مليون و200 لك بيا دين انتم بيا مروءه هذا اللي سياسي غير ما اريد اكثر هالموضوع هو الحديث واضح لان هذا 40 سنه انا عندي 40 سنه انا احكي بهن احكي لها احكي بهن 11 سنه بالاسر في 2 شد يصير 22 مكلفيه او دائره او احتياط 72 41 سنه 400 وشويه ايش قد عمرك عمي الله يحفظك والله جوا 70 جوا 70 اي والله يعني العظيم. يعني الثلثين العمر راح لا واللي ازيدك من الشعر قلت لي انه احنا نص نروح للمولده تبقى 200 250 والله العظيم ثلثين عمرك راح بين سجير وبين الله شاهد اياك مسجلها خلي صادق 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 باعوا هنا باعوا 5/1/81 5/1/81 تاثر جيت بال 92 هاي داقة حجي سؤال دقيتها يعني احنا كنا ندق ذكرياتنا نكتب اه يا وطن اه يا امي هذا تاريخ اه يا عراق اه يا عراق يعني بعض الاخوه الاسرى اللي كانوا يكتبوها يعني احنا مو بدنا نحكي بالوطنيات احنا دمنا وطني والله للوطن حياتنا وطنيه بس ضعنا رحنا وين ده وين ذاك البلد للاسف وين ذاك العراق العراق تحياتي لاهل الفلوجه تحياتي لاهل الفلوجه شكرا حجي قولي امرين ايش رايده كان هم من اهل الفلوجه بس جيت هنا ايش رايده كم رقم مساعده يعني هسه ما عندي ولا فلس بجيبي اريد من الله حجي هسه حاليا احنا شو نريد طلقنا المناشده أي. وراح ننشرها بصفحتنا أي. ابو خضره تحياتنا لك ما اعرف ان شاء الله قايم بالسلامه حننشر المناشده خاصه بيك ونطلق رحم الله والديك واللي يريد يتواصل ويا صفحه قناه الفلوجه ويا صفحه قناه الفلوجه مو قاعده ثاني نوصل لك الناس انت ولد عمي مو غربة حجيه بخدمتك حياك ايش وقت اخابر عليك احمد احمد الحاج احمد الفلوجه ايش وقت اخابر عليك فد ساعه ساعه حياك حياك الله حيا هسه حياك الله حجينا السلام عليكم اخي شلون صحتك وصلت ان شاء الله بارك الله بارك الله بك حيا الله عليك انا اطلب من الشعب العراقي ايه؟ بس تكون قلب على قلوب اخوان بيناتهم ماكو الرسول يقول الغشنا ليس من الله انا اطلب من كل العراقي ماكو فرق لنا كلنا اخوان الشعب العراقي كله 40 مليون 50 مليون كلنا اخوان ماكو فرق فينا بارك الله بك احنا بدنا تعاون بيناتهم بدنا الحكومه تشكل شوي من وقيت تشكل من وقيت الرواتب تتاخر العالم المتقاعد كل واحد ذاته تقريبا 300-350 ماكو هسه انا عندي ولد اثنين الله شاهد ولد اثنين ما عندهم رعايه وما عندهم تعيين ما عندهم انا انا اطلب من الحكومه واطلب من كل انسان طيب والسلام عليكم حياك الله وعليكم السلام وعليكم انا بس اخر انا تقي من بغداد عمري 14 سنه عندي مناشده احنا العصر ما نقدر نشتغل حتى بالليل الله شاهد هذول الشرطه قوات الامنيه تمنعهم مدمرين يعني دمار الله شاهد ذاك اليوم اخذ اخويا الظهريه اخويا الكبير اخذوه هناك سحبوه صعدوه بالدوريات نصهم فلتوا بس هذا راد يفلت بس ما يقدر شردوه من السياره فلتوا بعد راحوا لبيتهم يعني اخذوه كفاله لازم 500,000 رحنا والله العظيم لبسوه البدله الصفراء وذابينا يم المجرمين الله شاهد عليه هو يحكي هذا الكاتل لا عشان يبيع عشان يبيع هو عفت شاهد الصلاه هيك شاهد واخر شيء وصل يم المجرمين ب 12 بالليل طلعوا كفاله ايه اعطيناه 50,000 كل واحد 10,000 لهذا و10,000 لهذا 5 لهذا زين تعال اصبر لي سيد قائد شرطة بغداد المحترم هذه مناشدة ثانية في حلقة اليوم والسيد العقيد عزيز ناصر عزيز ناصر تحياتنا إلى أخويا أنت إنسان محترم ومهني ولا يهون السيد القائد المشكلة أنه هذا التعامل بقى شوف وين وصلنا هذا الشاب وين حكى أنه أخوه صغير بالعمر من بائع أكبر مني من بائع أكبر منك جيل عمره يعني هو عمره 17 سنة 17 سنة من يبيع هاي العبي تمام هذا الإزار مال دخول النساء للحرم من يبيعها إلى وين دخل بيا زنزانة المجرمين وقد يكونون حتى الإرهابيين فبالتالي خل شوية لا نضغط على المواطن خلوهم شوية لا تضغطون عليهم هذه المناشدة الثانية للسيد عميد علي مدير فوج طوارئ
بغداد الكاظمي المحترم، انا اعرفه انسان مهني وحوصل الرساله بعد قليل. بس اتمنى كلها تنشر صوتي، بس اختم البرنامج حتصل بامر فوج الكاظميه وبلغه هاي تصرفات احنا ما نريدها. اي والله، لانه لا منافيه للانسانيه اولا. انا اخلي ما يخالف اذا عندكم توجيهات من قيادات عليا شويه اخروا لي اياها هاي التوجيهات، خلينا نعمل بمبدا الانسان. شادين علينا شده ولاعتك انت. شو اسمك؟ انا اسمي تقي، عمري 14 سنه. وصل مناشدتك وحاضر ان شاء الله. حياك الله. حياك الله استاذ. شلونك؟ شلون وضع الشباب؟ والله وضع الشباب تعبان، احنا اللي اسوأ. ونحن نطالب بتشكيل الحكومه. طبعا حكومه الاغلبيه. زين هسه اغلبيه توافقيه. اسمعني هسه انت اغلبيه توافقيه نص. لان الاغلبيه، لان التوافقيه كلمه نرجع للحاله القديمه. شو حتفيدك؟ شو حتفيدك انت مواطن؟ شو حيفيدك تشكيل حكومه؟ لان الحكومه شويه تساعد المواطن، شكلت باكر. هسه احنا ودنا نسولف صارت حكوماتنا للاسوء، ترى احنا اطراف بغداد شكلت الحكومه. هسه احنا ودنا نسولف، شو يفيدك انت المواطن البسيط الفقير؟ شو تفيدك؟ يعني تفيد الناس كلها، مو بس انا. انا ما احكي عن روحي، احكي عن طبقه الشعب كافه. بكافه الطوائف يعني. يعني احنا تعبنا يعني. ترى المواطن يريد تشكيل الحكومه. المواطن يريد تشكيل حكومه لسبب واحد. نعم. هي اطلاق الموازنه. كل شيء ما يريد. زين. الشعب كله من يا منطقه يعني. انت قلت اطراف من يا منطقه؟ انا من الحسينيه. حسينيه الباويه. الباويه. اطراف معامل. حسينيه معامل. طبعا. زين، ليش وضعكم الامن هناك مو تمام؟ لا يعني هاي صار دقات عشائرية، دقات العشائرية، سلاح موجود عندكم، والإطلاقات الطائشة، هاي الشباب جاي تروح. سلاح منفلت الحقيقة. ناكا منفلت. السلاح منفلت. يعني جهة أمنية، يعني الوضع خارج عن سيطرتها. ما مسيطر القوات الأمنية يعني بالمعامل؟ نعم ما سيطر. يعني عشائر، يعني من كافة العشائر، يعني منطقة شعبية وعندك الحساب. من الدق الصفارة بعد ما يلحق لها أحد. ما يلحق شيء. نعم. حياك الله، تحياتنا للباوية. وأنا أشكرك ورحمة الله والديك. حياك الله. طبعا نشكر قناه الفلوجه، حياك مشرف لنقل معاناه المواطنين. تحياتنا الفيصل، تعال للاجازه. عظم عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى وفاه الرسول صلى الله عليه واله. السلام على الرسول محمد وعلى الامامين الجادين عليه افضل. اللهم صل على. اما بالنسبه لموضوع تشكيل الحكومه، احنا اي شيء تسولف مو تشكيل حكومه. أي بس موضوع تشكيل حكومه، الشعب يريد حكومه مستقله تعطي حقوق هذا الشعب. اما بالنسبه للامان، يعني الجيش والشرطه والحشيد، يعني العراق بخير بامان. الحمد لله. الحمد لله. ماخذين دورهم وبزياده. انتم كاعلام يعني جاي توصلون صوره يعني جيده. الحمد لله. الحمد لله وشكرا. اما تسالني على غير موضوع اجاوبك منه، يعني مثلا شنو تخصصك؟ شنو عملك؟ والله انا متوسط موظف. موظف حاليا؟ اي نعم. زين شلون رواتبكم؟ زينه؟ والله الحمد لله زين. نعمه؟ الحمد لله وشكرا. حلمك انت كرجل عراقي شنو تحلم به؟ والله احلم به ان يصير بلدنا العراق مثل بلدان العالم. هو يعني مثل دول الخليج. دول الخليج مثل اصبحنا المثال دول الخليج قدامنا. يعني هو زين، يعني اكو تطور وهاي، بس بعد يراد شغل. بعد يراد شغل. صح. ونشكركم قناه الفلوجه. حياك الله. شكرا جزيلا. ممنون. السلام عليكم. الله يخليك. جواك الله. جو حلو. شلون شنو شغلك؟ شو مهمه؟ والله يا اخوي شوف، انا طالب صف سادس اعدادي. سادس اعدادي. من ناصر. وعشت على. خليني اشوف شغلك. هاي شغلك هنا؟ عشت على. شوفها بالعربه. بالعربه. ايه نعمه. زين انا طالب صف سادس اعدادي. زين. ومعاهد وكليات. ما يردون مليون ونص. اي سوى مجال سيارة. ما يردون مليون ونص. رواتب ماكو. الشغل ماكو. شو اي؟ تعيينات ماكو قصدي. تعيينات ماكو. مليون زين انا رجال بجيب طلع 14 15. من اجيب بسنة مليون ونص للمحل للكلية. اي انت تريد تكمل كلية؟ انا اكمل كلية. كلية غالية. السنة الله وكيل واحد جمعتنا يدفع 12 مليون. زين انت خريج يا سنة؟ انا خافت سنة. هاي السنة طلعت من سادس؟ معدلك؟ معدل 65. معدل 65. 65. بس انا اقول لك حلمك يا قسم تقول. التربية هسه تربية ما رضيت. تمام. حوجه رسالة واتمنى قد هاي الرسالة. بالله انا حشد العزم بيك وبي. تحياتنا للسيد الدكتور سعيد المهرج. عميد كلية دجلة المحترم. هذا الرجل حلمه يكمل كلية وسائق عربانة. ونتمنى تكون له نفقة خاصة من السيد مالك الكلية، السيد مسؤول رئيس مجلس إدارة. على حسابنا. ها؟ بس على حسابنا. على حسابك؟ إيه؟ مين لك فلوس؟ ما فايز على العربات.
هسه انت عندك فلوس السد قصر؟ والله على العرب على العرب على العرب. هسه شو تريد؟ هسه تريد مود نكمل المناشده. ايه نكمل دراستنا. تريد تكمل دراسه؟ ايه. مين لك قصرت مليون ونص؟ ماكو ليلة عشان تكمل لو ما تكمل؟ والله ماشي. اكمل؟ كمل. شو اسمك؟ وسام. وسام. ايه. وسام من الناصرية. ايه. وسام من الناصرية تخرج هاي السنة بمعدل 65 دراسة إعدادية. الآن هو للكلية وحلمه كلية لكن ما عنده على هاي العربان. فرسالتي إلى كلية دجلة وإلى عميد كلية دجلة المحترم وإلى كافة الكليات الأهلية خلنا نطلقها. لكن أنا حددتها لأنه كلية دجلة استجابت قبل أيام لشخص تمام؟ أيضا ما عنده قصد. فنتمنى تكون هذه المناشدة وأيضا تنفعون الناس بعلمكم. وتكونون وسيلة لتحقيق أهداف وأحلام هذا الشاب العراقي من وسط العاصمة بغداد من أمام مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نختم حلقتنا لهذا اليوم وندعو لنا ولكم بالخير يا الله. في أمان الله.